بس انا عايز اعلق سريعا جدا قبل ما ادخل في تفاصيل الاخبار على جائزه بيرسي تاو، لان جائزه بيرسي تاو فيها عبره لكل لاعب ممكن يكون مستقبله انه يلعب في النادي الاهلي او ممكن يكون بيلعب حاليا في الوقت الحالي للنادي الاهلي وللجمهور على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجماهير. بدايه لم تكن موفقه، بدايه شهدت انتقادات كتير جدا وكلام كتير على بيرسي تاو وازاي لاعب يسيب اوروبا وتحديدا انجلترا ويرجع لافريقيا، تشكيك في قدرات اللاعب. حتى الجمهور في فتره من الفترات كان شايف انه بيرسي تاو مش مقدم المستوى المنتظر منه او مش الصفقه اللي كان بيراهن عليها. النهارده بيرسي تاو بيفوز بجائزه اللاعب الافضل داخل افريقيا، طبعا ده سيد طارق قنديل وهو بيتسلم الجائزه امبارح في مراكش في المغرب. فالفكره انه العبره دايما بالنهايات، العبره دايما بالنهايات. بيرسي تاو راهن واعتقد انه النهارده كسب الرهان بتألقه الكبير ووصوله لمستويات رائعه الحقيقه، كان واحد من اهم اسباب نجاح فريق كره القدم للنادي الاهلي السنه اللي فاتت، وواحد من اهم اللاعبين في سكواد النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وبالتالي انجاز كبير بيحققه ما كانش ممكن يتحقق غير وهو لابس تيشرت النادي الاهلي. هتكلمني عن انجلترا، هتكلمني عن الفوارق بين اوروبا وافريقيا، ده شيء ودي قصه، وقصه الاهلي شيء تاني خالص. واعتقد ان الانجاز ده هيفرح وهيتشرف بيه بيرسي تاو وهيفتكره العمر كله.